الله الرحمن الرحيم في سكشن جديد من سكشن الماسكلو سكيلتل. اهلا وسهلا بيكم ابنائي من طلبه كليه طب القوات المسلحه. النهارده ان شاء الله هناخد سكشن جديد من سكشن الابر ليم، وهي بيتكلم على المسلز اوف ذا باك اند سكابولار ريجن. زي ما احنا عرفنا من السكشن السابقه ان السكابولا هي واحده من العظمات اللي بتمثل حاجه اسمها شولدر جردل، والشولدر جردل دي هي كانت المنطقه اللي بتوصل الابر ليمب بتاعنا بالاكسيال سكيلتون او الفيرتبرال كولوم. وبالتالي النهارده ان شاء الله مجموعه العضلات اللي هندرسها هي مجموعه العضلات اللي بنسميها المسلز اوف ذا باك، ودي اللي بتوصل الفيرتبرال كولوم بالسكابولا. ومجموعه المسلز اوف ذا سكابولا او السكابولر مسلز هي مجموعه العضلات اللي بتوصل السكابولا بالابر ليمب اللي هي منطقه الهيومرس او العظمات الاخرى. هنبدا الاول بمجموعه العضلات اللي بنسميها muscles of the back. زي ما احنا شايفين كده ان هما هتبقى العضلات اللي بادئه من عند الفيرتبرال كولم او بتبتدي من عند نص ظهري تقريبا، وهتوصل لحد منطقه الاسكابولا او هتبقى انسيرتد في الاسكابولا. وزي ما احنا شايفين ان دول بيبقوا موجودين على طبقتين. الطبقه الاولى بنسميها superficial layer of muscles، ودي مكونه من عضلتين. العضله الاولى اسمها trapezius اللي هي احنا بنقول عليها في الجيم ترابيس، والعضلة التانية اللي احنا بنسميها لاتسموس دورساي، وزي ما احنا شايفين كده هي واخدة نص ظهري التحتاني، يبقى واحدة بتغطي نص ظهري الفوقاني اللي هي الترابيزيوس، والعضلة التانية بتغطي نص ظهري التحتاني اللي اسمها لاتسموس دورساي. لو ابتديت اشيل الترابيزيوس هبتدي الاقي ثلاث عضلات كمان ديب للترابيزيوس. العضلة الأولى اسمها ليفيتور سكابيلا، العضلة التانية اسمها رومبويدس ماينور، والعضلة الثالثة اسمها رومبويدس ميجور. زي ما تعودنا بالنسبة لأي مصل بندرسها في المنهج بتاعنا ان احنا لازم نحفظ عنها الاوريجين والانسيرشن والنيرف سبلاي والاكشن بتاعها. بالنسبة للترابيزيوس الاوريجين بتاعها هيكون طويل شوية، اللي هو ممثل بالخط الاحمر اللي احنا شايفينه دلوقتي ده، وهي هتبدأ من حاجة اسمها سوبيريور نيوكال لاين وحاجه اسمها external occipital protuberance. السوبيريور نيوكال لاين اللي هو بالعربي الخط العالي للقفا، اللي هو مؤخره الرقبه بتاعتنا اللي هي منطقه القفا، خلاص دي اسمها نيوكال ريجن. فلما اقول الخط العالي، الخط العالي للقفا، يبقى اسمه ايه؟ سوبيريور نيوكال لاين. بالنسبه للي external occipital protuberance، زي ما احنا شايفين كده مؤخره الجمجمه بتاعتنا او العظمه الخلفيه للجمجمه بتاعتنا اسمها occipital bone، وبيبقى فيها عظمه بارزه كده. احنا لو حطينا ايدنا على راسنا من ورا هنحس ان في عظمه بتبقى عامله زي اللوزه او زي البندقه كده في ظهر ايه راسنا من ورا كده، هي دي العظمه اللي احنا بنسميها external occipital protuberance. يبقى انا اخدت من superior nuchal line والاكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس، وبعدين ابتدي انزل على السباينز بتاعت السيرفايكال فيرتبري والليجامنت اللي ماسك فيها اسمه ليجامنتوم نيوكي، وبعدين ابتدي انزل امسك في الثوراسيك فيرتبري، السباينز بتاعت الثوراسيك فيرتبري والليجامنت اللي ماسك فيها اللي اسمه سوبرا سباينس ليجامنت. يبقى همسك تاني في السوبيريور نيوكال لاين اكسترنال اوكسيبيتال بروتيوبرانس في الليجامنتوم نيوكي والسباينز بتاعت السيرفايكال فيرتبري، وبعدين انزل امسك في السباينز بتاعت الثوراسيك فيرتبري والسوبرا سباينس ليجامنت. ده بالنسبه للاوريجن. زي ما احنا شايفين كده العضله الاوريجن بتاعها كان طويل جدا، يبتدي تجمع نفسها وتعمل انسرشن في مكان ضيق قوي، والمكان ده اللي هو هيكون ايه؟ هيكون البوستيريور 1/3 of the lateral posterior border بتاع lateral 1/3 of the clavicle. يبقى هتمسك في الكلافيكل من قدام، وبعدين تلف تمسك في الابر بوردر بتاع الاكروميوم بروسس والابر بوردر بتاع السباين اوف سكابيلا. يبقى الانسرشن بتاعها عامل زي حرف ال، والاوريجن بتاعها كمان كان عامل زي حرف ال، بس حرف ال كان ايه؟ كان حرف ال مقلوب. بالنسبه للنيرف سبلاي بتاعها فهي بتاخد سنسوري نيرف سبلاي وبتاخد موتور نيرف سبلاي. السنسوري نيرف سبلاي اللي احنا بنسميه بروبروسيبتيف سنسيشن، والبروبروسيبتيف سنسيشن ده اللي هو احساس بالمكان والوضع، والموتور نيرف سبلاي بتاعها بيكون جاي من حاجه اسمها سباينال اكسسوري نيرف. سباينال اكسسوري نيرف ده اعتذر، سباينال اكسسوري نيرف ده اللي هو جزء من العصب رقم 11. طيب
بالنسبة للعضلة التانية اللي موجودة في ظهرنا اللي هي العضلة اللي بتغطي نص ظهري التحتاني أو نص ظهري الأسفل، هيكون اسمها لاتسموس دورساي. اللاتسموس دورساي بتاعتنا تقريبا بتغطي نص ظهري التحتاني كله، والانسرشن بتاعها بيكون رايح في اتجاه الهيومرس. الاوريجن بتاع اللاتسموس دورساي لو انا عايز احفظه بسهوله، بحفظه على هيئه دايره مرسومه قدامي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده اهو. فالدايره دي هبدا الاول من الانفيريور انجل اوف ذا سكابيولا، وبعدين الف امسك في اللور 6 ثوراسيك فيرتبري، وبعدين امسك في كل اللمبر فيرتبري وانزل على السيكرال فيرتبري، وبعدين اطلع امسك في حاجه اسمها لمبر فاشيا وامسك في الايليا كريست بتاع الهيبون. وبالتالي يبقى انا كده بص رسمت، شايف الدايره اللي انا رسمتها دي او الدايره اللي انا برسمها بالبوينتر دي، هي دي الدايره اللي هتديني الاوريجن بتاع اللاتسموس دورساي. بنحفظهم تاني، هنزل امسك في الايه في الانفيريور بوردر بتاع السكابيولا، وبعدين اطلع هنا كده فهمسك في ايه، همسك في اللور ثوراسيك فيرتبري، همسك في اخر 6 ثوراسيك فيرتبري خلاص زي ما عملت ايه، يبقى ده اوريجين مشترك ما بين الترابيزيس واللاتسموس دورساي. وبعدين هنزل امسك في اللمبر فيرتبري وامسك في السيكرال فيرتبري، وبعدين اطلع امسك في الايليا كريست وحاجه اسمها لمبر فاشيا، وفي الاخر خالص بمسك هنا في الضلوع الاخيره تحديدا اللي هم اخر 3 ضلوع او 4 ضلوع اللي هم رقم 9 و10 و11 و12. طيب الانسرشن بتاع بيعمل ايه؟ العضله بتدكك نفسها بالمنظر احنا شايفينه ده كده من تحت الاجزله. ولو احنا نفتكر كده من موضوع الاجزله انها كانت عامله حاجه اسمها بوستيرو اكزيلاري فولت، او بتعمل البوستيرو ليميت بتاع الاجزله بتاعتنا مع عضله اسمها تيريس ميجر خلاص، وبعدين تبتدي تروح لقدام. يعني العضله دي جايه من ورا رايحه طالعه لقدام من تحت باطي، وتروح تعمل انسرشن في حاجه اسمها بايسيبيتال جروف. طيب البايسيبيتال جروف او الانتر تيوبركولار جروف اللي هو موجود في الانتيرير اسبيكت اوف ذا هيومرس خلاص، بيكون ما بين الليسر تيوبروستي والجريتر تيوبروستي، ده اللي احنا بنسميه الانتر تيوبركولار جروف. هي هتنزل تمسك في الفلور بتاع البايسيبيتال جروف او الانتر تيوبركولار جروف. بالنسبه للنيرف سبلاي بتاعها، فبيكون نيرف سبلاي بنفس اسمها اللي احنا بنسميه ايه، بنسميه نيرف تولاتسموس دورساي، وده واحد من النيرفات اللي طالعه من حاجه اسمها البوستيريور كورد اوف بريكيال بلكسس، وليه اسم تاني مميز ساعات بيجي في اسئله الام سي كيو اللي هو اسمه ايه، ثراكو دورسال نيرف. بالنسبه للاكشن بتاع اول عضلتين عندنا، هنلاقي ان الترابيزيس بتشتغل على حسب الفايبر بتاعتها، لان زي ما احنا شايفين الاوريجن بتاعها طويل، فالعضله عامله فانينج بالمنظر الكبير اللي احنا شايفينه ده. فالابر فايبرز بتاعتها هتشتغل بطريقه، اللور فايبرز هتشتغل بطريقه، والميدل فايبرز تشتغل بطريقه. بالنسبه للابر فايبرز بتاعتها لو عملت كونتراكشن لوحدها فهي بترفع الاسكابيولا لفوق، يبقى هتعمل اليفيشن لمنطقه الاسكابيولا. لو اشتغلت مع عضلة تانية احنا درسناها المرة اللي فاتت في منطقة الأجزلة اسمها سيريتس انتيريور، يبقى واحدة بتشد من فوق والتانية بتشد من تحت، فيبتدوا يلفوا الاسكابيولا دي، يلفوها upwards اللي هو كانوا قلنا ان احنا بتعمل حركة اسمها abduction من رقم 90 او من زاوية 90 لزاوية 180 اللي هي العضلة اللي بترفع دراعي فوق مستوى راسي. لو انا هشتغل بالميدل فايبرز لوحدها، الميدل فايبرز لوحدها بتشد الاسكابيولا تلزقها في الايه، تقربها من السباين، يعني بتعمل حاجه اسمها ريتراكشن اوف ذا سكابيولا لانها بتشد الاسكابيولا عليها خلاص لورا. طيب لو انا بشتغل باللور فايبرز بتاعتي، او لو انا بشد باللور فايبرز بتاعتي، فانا هعمل اكشن عكس اللي كان بتعمله الابر فايبرز، يبقى انا بدل ما كنت هرفع الاسكابيولا لفوق هبتدي انزل الاسكابيولا لتحت. طيب وات اباوت ذا لاتسموس دورساي؟ اللاتسموس دورساي بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده هي عضله كبيره ولفه من تحت الايه؟ لفه من تحت باطي طالعه لقدام، يعني عضله جايه من ورا ورايحه ايه؟ طالعه لقدام. العضله دي طبيعي جدا انها طالما مسكت في اليومرس يبقى هتشتغل على الشولدر جوينت. العضله دي لما تتشد اول حاجه انها هتعملها تعمل اكشن عكس الترابيزيس، يبقى انا هلغي موضوع الابدكشن، هعمل ادكشن، يبقى هشد اليومرس على الترنك، هقرب اليومرس من الترنك، يبقى انا بعمل حاجه اسمها ادكشن.
طيب والان العضله دي جايه من ايه؟ جايه من ورا طالعه لقدام، يبقى لما هشد الهيومرس هشدها عليا لورا، لما اشدها عليا لورا يبقى انا بعمل عمليه الاكستنشن. طيب ولان العضله دي جايه من ورا طالعه ماسكه في الانتيريور سيرفيس بتاع الهيومرس ومرورها جاي من ناحيه الميديال اند بتاعه الايه او الميديال بوردر بتاع الهيومرس، يبقى هتشد الهيومرس او تلف الهيومرس ناحيه ميديال، يبقى بتعملها ميديال روتيشن. يبقى اول وابسط اكشن للتسمس دورساي انها تعمل ادكشن ميديال روتيشن اند اكستنشن، ادكشن ميديال روتيشن اند اكستنشن. ده لو انا بشتغل بالايه بالانسرشن وبشده على الايه على الاوريجن. لو انا مثبت منطقه الانسرشن وهبتدي اشد الاوريجن عليا، يبقى هتعمل اكشن مشابه للي كان بيحصل بالبكتوراليس ميجر، واللي هو اللي هي لعبه العقله، ان انا هبتدي ارفع الترنك بالكامل، ارفع الترنك بالكامل لفوق وانا بلعب عقله وانا بتسلق مرتفعات. خلاص لو انا هشتغل برضو بالاوريجن بتاعي، لا بما انها ماسكه في الضلوع، فلو حصل ان واحد بيتنفس بشكل عنيف او بيتنفس بشكل جامد اثناء الماسل اكسرسايز، هيحتاج ان هو يعمل كونتراكشن في اللاتيسموس دورساي زي بقيه العضلات اللي هي مثلا زي السيريتس انتيريور او الانتركوستال ماسلز. في الطبقة الثانية من طبقات الـ muscles of the back هنبتدي نتعرف على العضلات الديب. والعضلات الديب دي انا ببتدي اقدر ان انا اشوفها من بعد ما بشيل الترابيزيوس وابتدي اشوف الطبقة اللي اتاتشد تحتيها. العضلات دي فيها ميزة ان زي ما احنا شايفين كده كلهم ليهم common insertion، وهو بيكون على الميديال border of the scapula بالترتيب. جزء بياخد الـ upper part من الميديال border اللي هو بيكون فوق مستوى الـ spine of the scapula، واحدة بتمسك عند the spine of the scapula بالظبط، واحدة بتمسك عند the lower part of the medial border. يبقى زي ما احنا شايفين ان هما بيجتمعوا في الايه في الميديال border of the scapula زي ما احنا شايفين كده. الميزة الثانية في العضلات دي ان انا بقدر احفظ الاوريجن بتاعها بطريقة برضو لطيفة، وهي ان هما بيبقوا ماسكين او طالعين من السباين على هيئة خطة اشهر خطة كورة بنتفرج عليها في ماتشات كرة القدم، اللي هي 4-2-4. هي 4-2-4 يعني اول عضلة فيهم هتاخد من اول اربعة سيرفايكال فيرتبري، يبقى هتاخد من الترانسفيرس بروسس بتاع سي 1 و2 و3 و4. لو انا بصيت على العضلات اللي تحتيها فهلاقي ان العضله اللي تحتيها اللي هي اسمها رومبويدس ماينور هلاقيها واخده من ايه من الاثنين الفيرتبري اللي بارزين في رقبتي من ورا، اللي هي بتكون سيرفايكال فيرتبري رقم 7 وثوراسيك فيرتبري رقم 1، اللي هي تاخد تقريبا عند الوصله ما بين السيرفايكال فيرتبري والثوراسيك فيرتبري. الرومبويدس ميجور هلاقيها تاخد من الاربعة فيرتبري اللي تحتيهم، يبقى هتاخد من تي 2 و3 و4 و5، يبقى اربعة فيرتبري سيرفايكل وبعدين اتنين فيرتبري واصلة ما بين السيرفايكل والثوراسيك وبعدين الاربعة ثوراسيك فيرتبري اللي تحتيهم على طول. فالاوريجن والانسرشن بتاعهم في منتهى السهولة. ابدأ باول عضلة فيهم اللي هي اعلى عضلة فيهم اسمها ليفيتور سكابيلا، يبقى زي ما احنا شايفين كده او زي ما احنا قلنا قبل كده اللي هي هتبقى ايه الليفيتور سكابيولا دي طالعه من الترانسفيرس بروسيس بتاع اول اربع سيرفايكال فيرتبري سي 1 و2 و3 و4، والانسرشن بتاعها هيكون في الابر بورت اوف ذا ميديال بوردر اوف سكابيولا، تحديدا فوق الليفل بتاع الايه فوق الليفل بتاع السباين اوف سكابيولا. هنا زي ما احنا شايفين وقلنا قبل كده هيبقى العضلتين التانيين اللي هي العضلة اللي بنسميها رومبويدس ماينور والرومبويدس ميجور، وبنفس الطريقة 4-2-4. يبقى احنا زي ما شايفين كده الرومبويدس ماينور هتاخد من الايه هتاخد من السباين بتاعة سيرفايكال فيرتبري رقم 7 وثوراسيك فيرتبري رقم 1، والانسرشن بتاعها برضو هيكون على الميديال بوردر اوف سكابيولا تحديدا عند الليفل بتاع السباين اوف سكابيولا. العضلة التالتة والأخيرة بالنسبة لنا اللي هي هيبقى اسمها الرومبويدس ميجر، والرومبويدس ميجر هتاخد من الأربعة ثوراسيك فيرتبري اللي احنا شايفينهم هتبقى تي 2 و3 و4 و5، وهتعمل انسرشن في الميديال بوردر اوف ذا سكابيولا تحديدا تحت الايه تحت المستوى الليفل اوف ذا سباين اوف سكابيولا.
بالنسبة للنيرف سبلاي بتاع الثلاث عضلات، فالنيرف سبلاي بتاع الثلاث عضلات بيكون نيرف طالع من الروتس بتاعة البريكيال بليكسس، تحديدا روت رقم C5 اللي هو أول روت من الروتس بتاعة اللي هي بتاعة البريكيال بليكسس، وهيكون اسمه على اسم العضلات اللي اسمها رومبويدز، فهيبقى اسمه نيرف ترومبويدز. بالنسبه للاكشن بتاع العضلات دي، فالليفيتور سكابيولا هتعمل اكشن زي اسمها، هي اسمها ليفيتور وهي هتعمل اليفيشن للسكابيولا. بالنسبه للرومبويدس ماينور والرومبويدس ميجور، فدول بيشتغلوا اكشن شبه الاكشن بتاع الميدل فايبرز بتاع الترابيزيوس، ان هم يوم ما هيعملوا كونتراكشن هيسحبوا السكابيولا بتاعتي على ورا، وبالتالي يعملوا ريتراكشن اوف ذا سكابيولا. بالنسبه للايه، بالنسبه لي لو انا لاحظت كده هلاقي ان الليفيتور سكابيولا هترفع على فوق، هترفع على فوق، يبقى بتعمل اليفيشن وريتراكشن. بالنسبه للرومبويدس ماينور والرومبويدس ميجور، لو احنا بصينا هنا كده هنلاقي انها غير انها بتعمل ريتراكشن، ممكن انها تعمل داونورد روتيشن اوف ذا سكابيولا. ازاي؟ العضله جايه من ليفل اوطى، يعني هي ماسكه في السكابيولا على ليفل واطي وطالعه تمسك في السباين على ليفل اعلى، وبالتالي الكونتراكشن بتاعها خلاص هيعمل اكشن عكس اللي كانت بتعمله الابر فايبرز اوف ترابيزيوس ومع الايه اللور 5 ديجيتيشنز اوف سيريتس انتيريور اللي هو كان الابدكشن من 90 ل 180. يعني معنى كده انها هتبتدي تعمل روتيشن للسكابيولا بتاعتي في الاتجاه العكسي، يبقى اللي احنا بنسميه داونورد روتيشن اوف ذا سكابيولا. Downward rotation of the scapula. طيب تاني مجموعة من العضلات عندنا النهاردة هي العضلات اللي هتطلع من الاسكابيلا وتروح تعمل insertion في الهيومرس. يبقى انا تخطيت اول مرحلة دلوقتي اللي هي مرحلة العضلات اللي كانت بتثبت الشولدر جيردل ما بين الاسباين والاسكابيلا، اللي هي كنا بنسميها muscles of the back. وهنبتدي ندخل على تاني مجموعة عضلات اللي هي طالعة من الشولدر جيردل او ماسكة في الشولدر جيردل لمنطقة الاسكابيلا، وهتمسك في الهيومرس اللي احنا بنسميها muscles of the scapular region. طيب العضلات دي بالنسبة لي اول عضلة فيهم وهي الموست superficial والعضلة اللي بتغطي تقريبا الفيلد كله عندنا هي عضلة اسمها deltoid. خلاص؟ و تحتيها او اول ما بشيل الدلتويد فبلاقي مجموعه من العضلات، العضلات دي اللي هي بتكون ماسكه الشولدر او بتلف حوالين الشولدر جوينت من كل الاتجاهات ما عدا الانفيرير، ما عدا الايه الانفيرير دايركشن، اللي هي بنسميهم روتيتور كاف ماسلز. الروتيتور كاف ماسلز اللي هم بتكون عضله اسمها ساب سكابيولاريس، ودي اللي بتحوط الشولدر جوينت من قدام، السوبرا سباينيتس ودي اللي بتحوط الشولدر جوينت من فوق، الانفراسباينيتس والتيرس ماينور اللي جايين من ورا الشولدر جوينت او محوطينها من ورا. يبقى الديفكتيف دايركشن الوحيد اللي ما فيهوش عضلات بتحوط الشولدر جوينت اللي هو هيكون الانفيرو دايركشن. وطبعا طالما احنا شايفين كده ان العضلات دي حوطت الشولدر جوينت من كل الاتجاهات ما عدا الانفيرو دايركشن، يبقى معنى كده ان هم بيشاركوا كمان في الاستابيليتي اوف ذا شولدر جوينت، يعني بيمنعوا الديسلوكيشن في الاتجاهات الانتيريور سوبيريور والبوستيريور دايركشن، وبالتالي يبقى اضعف اتجاه عندنا هو الانفيرير دايركشن. ومع الاسف طبعا هو رغم ان دي حقيقه اناتوميكال ان هي الانفيرور دايركشن هو الاتجاه الوحيد اللي ما فيهوش روتيتور كاف ماسلز، الا ان هو برضو مش الكومن دايركشن اوف ديسلوكيشن لو حصل خلع في المفصل. الكومن دايركشن اوف ديسلوكيشن بيكون الانتيريور ديسلوكيشن في اتجاه العضله اسمها ساب سكابيولارس. العضله الاخيره معانا في منطقه السكابيولار ريجون اللي هي بتكون عضله اسمها تيرس ميجور ماسل. شوية قواعد بسيطة جدا وبديهية طبعا، ان طالما العضلات دي كلها طلعت من منطقة الاسكابيلا يبقى هتتجه في اتجاه الهيومرس، يبقى كلها هيكون الانسرشن بتاعها في اتجاه الهيومرس. وطالما طلعت من الاسكابيلا وراحت مسكت في الهيومرس يبقى اكيد عدت على الشولدر جوينت والاكشن بتاعها هيكون على الشولدر جوينت. نبدأ بأول عضلة عندنا في منطقة الاسكابيولار ريجون وهي أكبر عضلة فيهم، والعضلة تقريبا مغطية الفيلد إن أنا بحتاج إن أنا أشيلها عشان أشوف العضلات إخواتها اللي تحتيها، اللي هي العضلة اسمها دلتويد. ودلتويد جاية من شكل الدلتا بتاعتنا، يعني معنى كده إن ليها أوريجين كبير قوي والإنسرشن بتاعها هيكون صغير في شكل مثلث بالمنظر اللي إحنا شايفينه ده كده. الدلتويد بتاعنا الأوريجين بتاعها هيجي من قدام في الكلافيكل، يبقى هتمسك في الأنتيريور أسبكت أوف لاترال 1/3 أوف ذا كلافيكل.
وبعدين تلف تمسك في اللاترال بوردر اوف ذا اكروميون بروسس، وبعدين تنزل تمسك في البوستيريور بوردر اوف ذا سباين اوف ذا سكابيول. يبقى خدت دايره او خدت حرف يو بالمنظر احنا شايفينه ده، خدت من الكلافيكل من قدام وبعدين لفت على اللاترال سايد، مسكت في الاكروميون بروسس وبعدين مسكت في البوستيريور بوردر اوف ذا سباين اوف سكابيول. وبعدين العضله تقوم مجمعه نفسها وتنزل تمسك في الميد شافت اوف ذا هيومرس، في نص الشافت اوف ذا هيومرس على اللاترال اسبكت، بنلاقي حته خشنه شبه رقم 7 اللي احنا بنسميها ديلتويد تيوبروستيوم. خلاص. طيب بالنسبه للنيرف سبلاي بتاع العضله اللي اسمها الديلتويد، فالديلتويد بتاخد من نيرف طالع من البوستيريور كورد اسمه الاكزيلاري نيرف، والاكزيلاري نيرف ده كان طالع بروت فاليو سي 5 و6 من البوستيريور كورد اوف ذا بريكيال بلكسس، ومش بيغذيها لوحدها، بيغذي معاها كمان عضله اسمها تيريس ماينور. بالنسبه للاكشن بتاع العضله دي لما لفت بالمنظر ده حوالين كتفي، فبقى ليها انتيريور فايبرز وليها بوستيريور فايبرز وليها ميدل فايبرز في النص، فالاكشن بتاعها هيبقى متقسم على حسب الدايركشن فايبرز. الانتيريور فايبرز بتاعتها تشتغل مع عضله اسمها بيكتوراليس ميجور في انها تعمل فليكشن وميديال روتيشن، والبوستيريور فايبر بتاعتها تعمل الاكشن المعاكس على طول، يبقى هتعمل اكستنشن ولاترال روتيشن. بالنسبه للميدل فايبرز بتاعتنا فدي هترفع الهيومرس لفوق، يعني معنى كده انها تبتدي تعمل ابدكشن. طب ابدكشن من كام لكام؟ ابدكشن من زاويه 15 لزاويه 90 درجه. تاني مجموعه من العضلات في منطقه السكابيولار ريجون، ودي اللي احنا بنسميها الروتيتور كاف ماسلز، واولها واكبرها عضله طالعه من الانتيريور اسبكت اوف ذا سكابيولا، يبقى لاصقه في حته اسمها الساب سكابيولار فوسا، اللي هي عضله اسمها الساب سكابيولارس، يبقى الاوريجن بتاعها هيطلع من الساب سكابيولار فوسا ويعدي من قدام الشولدر جوينت عشان يروح يمسك في الليسر تيوبروستي اوف ذا هيومرس. بالنسبه للايه للنيرف سبلاي بتاعها، فالنيرف سبلاي بتاعها برضه هيطلع من البوستيريور كورد اوف ذا بريكيال بلكسس، وهيكون نيرفين مش نيرف واحد، نيرف اسمه ابر ونيرف اسمه لور سب سكابيولار نيرفز، ابر ولور سب سكابيولار نيرف. وطبعا العضله دي طالما جت من قدام الشولدر جوينت، عدت من قدام الشولدر جوينت بالمنظر ده، فلما بتيجي تعمل كونتراكشن يبقى هتقرب الهيومرس على السكابيولا، بتعمل ادكشن خلاص، وزائد انها جايه معديه من قدام الشولدر جوينت، يبقى لما تعمل كونتراكشن هتعمل ميديال روتيشن. تاني عضله من عضلات الروتيتور كاف اللي احنا بنسميها السوبرا سباينيتس، والعضله دي اللي هي هتكون فوق مستوى الشولدر جوينت او بتعمل بروتكشن للشولدر جوينت من فوق، ودي اللي احنا زي ما شايفينها كده هتطلع من حاجه اسمها السوبرا سكابيولار او سوبرا سباينس فوسا، من السوبرا سباينس فوسا اللي هي التجويف اللي هيكون فوق مستوى السباين على ظهر السكابيولا بالمنظر احنا شايفينه ده كده، وتعدي من فوق الايه من فوق الشولدر جوينت ومن تحت الاكروميون بروسس بالمنظر ده كده اهو، عشان تمسك في الايه في الابر اسبكت او في السوبيريور اسبكت اوف ذا جريتر تيوبروستي اوف ذا هيومرس. بالنسبه للنيرف سبلاي بتاعها، فالنيرف سبلاي بتاعها هيكون جاي من الابر ترانك اوف ذا بريكيال بلكسس بروت فاليو 5 و6 اللي هو بنسميه سوبرا سكابيولار نيرف، سي 5 و6 سوبرا سكابيولار نيرف. تاني عضله من عضلات الروتيتور كاف ماسل اللي احنا هنسميها الانفراسباينيتس، وزي ما السوبرا سباينيتس خدت من السوبرا سباينس فوسا، الانفراسباينيتس هتاخد من الانفرا سباينس فوسا، وهي تبقى الفوسه الكبيره اللي على ظهر الاسكابيولا وتحت ليفل تحت مستوى السباين بتاعتنا. العضله دي المره دي هتعدي على البوستيريور اسبكت اوف ذا شولدر جوينت وتروح تمسك في الباك او في البوستيريور اسبكت اوف ذا جريتر تيوبروستي اوف ذا هيومرس مرورا على شولدر جوينت. زي ما السوبرا سباينيتس اتغذت بحاجه اسمها السوبرا سكابيولار نيرف اللي كان طالع من الابر ترانك اوف ذا بريكيال بلكسس بروت 5 و6 سي 5 و6 خلاص، هذا النيرف اللطيف بعد ما غذى السوبرا سباينيتس يبتدي يعدي على حاجه اسمها سباينو جلينويد نوتش، خلاص اللي هي النوتش اللي ما بين الاكروميون بروسس والجلينويد كافيتي هنا كده في السكابيولا، وبعدين يبتدي ينزل يغذي العضله اللي تحت اللي هي هتبقى اسمها الانفرا سباينيتس موسل، يبقى الانفرا سباينيتس واخده نيرف سبلاي برضو من السوبرا سكابيولار نيرف اللي كان طالع من الابر ترانك اوف ذا بريكيال بلكسس بروت فاليو سي 5 و6.
رابع عضله من عضلات الروتيتور كاف عندنا اللي هي هتكون التيرس ماينر، والتيرس ماينر هتاخد من الابر 2/3 اوف لاترال بوردر اوف ذا سكابيولا. يبقى ده اللاترال بوردر اوف ذا سكابيولا اهو، وده اللي هيديني اوريجين لعضلتين اللي هما العضله اللي بسميها تيرس ميجور وتيرس ماينور وتيرس ميجور. وافتكر كده ان ده كان الميديال بوردر اللي هو كان ادى انسرشن لمجموعه العضلات اللي احنا سميناهم ايه؟ رومبويدز. يبقى الرومبويدز ماسكه على الميديال بوردر، اما التيرس ماسكه على اللاترال بوردر. يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، دول كانوا انسرشن، اما دول كانوا ايه؟ كانوا اوريجين. يبقى اول عضله فيهم اللي هي التيرس ماينور، وهتطلع من الابر 2/3 of the lateral border of the scapula. يبقى معنى كده ان رغم ان اسمها minor الا انها اخذت origin اكبر بكتير من اختها اللي هنشوفها كمان شويه اللي هي الايه تيرس ميجور. اخذت تقريبا ضعف مساحه الايه الاوريجن او ضعف طول الاوريجن بتاع التيرس ميجور. الانسرشن بتاعها هيكون شبه الانسرشن بتاع التيرس الانفرا سباينيتس، يعني برضو هيكون في البوستيرو اسبيكت اوف ذا جريتر تيوبروستي اوف ذا هيومرس. عدت برضو على الايه على الشولدر جوينت من ورا، والاثنين التيرس ماينور بتاعتي بعد ما عدت بالمنظر ده كده النيرف سبلاي بتاعها هيكون مع اختها الدلتويد من نيرف اسمه الاكزيلاري نيرف. وافكركم زي ما قلنا من شويه ان هو طالع من البوستيرور كورد اوف بريكل بليكسس بروت فاليو سي 5 و6. العضله الاخيره في منطقه السكابيولار ريجون وهي العضله اللي احنا بنسميها التيرس ميجور. والتيرس ميجور زي ما احنا شايفين كده هتاخد بقيه اللاترال بوردر. يبقى بعد ما انا استخدمت الابر 2/3 في الاوريجن بتاع التيرس ماينور، اخد اللور 1/3 بس في الايه للاوريجن بتاع التيرس ميجور. العضله دي زي ما احنا شايفين كده بتلوي نفسها من تحت الاكزيلا، يعني بتشارك في البوستيرو اكزيلاري فولد مع التندور بتاع الليتسموس دورساي، يعني برده جايه من ورا وطالعه لقدام، تروح تمسك قدام في البايسبتال جروف. بس البايسبتال جروف بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده هي مش هتمسك في الفلور زي اللاتسموس دورساي، ومش هتمسك في اللاترال بوردر زي العضله اللي كان اسمها البيكتوراليس ميجور عرفناها المره اللي فاتت في البيكتور ريجن. لا، هي هتمسك في الميديال بوردر او في الميديال ريدج اوف ذا انتر تيوبركولار جروف او البايسبتال جروف. يبقى معنى كده ان انا اقدر احفظ النهارده او اجمع النهارده الحاجات اللي ماسكه في البايسبتال جروف ان هم هيكونوا باسم طلب. خلاص، طلب اكني بقدم طلب على ورقه اللي هو ايه تي ال بي اللي هو بالترتيب من ايه من ميديا للاترال اللي هم هيكونوا التيرس ميجور واللاتسموس دورساي والبكتوراليس ميجور. وزي ما اساتذتنا الافاضل علمونا واحنا صغيرين قالوا ان احنا ممكن نحفظها بطريقه ثانيه ان هم بتكون ايه ذا ليدي بتوين ذا تو ميجورز، ذا ليدي بتوين ذا تو ميجورز، ذا ليدي اللي هي الليدي اللي هي بتكون اللاتسموس دورساي اللي ماسكه في الفلور اوف ذا بايسبتال جروف، والتو ميجورز بتوعنا اللي هم بيكونوا على الميديال ليب واللاترال ليب اوف ذا بايسبتال جروف. التو ميجورز اللي هم بتكون التيرس ميجور في الميديال بوردر والبكتوراليس ميجور في اللاترال بوردر. بالنسبة للنيرف سبلاي بتاع التيرس ميجور فبيكون من حاجة اسمها لور سب سكابيولار نيرف اللي هو واحد من النيرفات اللي كانت بتعمل سبلاي للسب سكابيولاريس ماسل، وده برضو طالع من البوستيريور كورد اوف ذا بريكيال بليكسس وبيكون بروت فاليو سي 5 و6. بالنسبة للاكشن بتاع الروتيتور كاف ماسلز وتيرس ميجور فالاول عضلة اللي هي كان اسمها السوبرا سباينيتس، فالسوبرا سباينيتس اللي جاية من فوق الشولدر جوينت زي ما احنا شايفين كده لو عملت كونتراكشن فدي هتعمل ابدوكشن من زاوية صفر او من الريستنج بوزيشن لحد زاوية 15 درجة. يبقى هي بتساعد الانيشيشن اوف ابدوكشن قبل ما تبتدي تعمل الدلتويد الكونتراكشن بتاعها بالميدل فايبرز من زاوية 15 لزاوية 90 درجة. وبعدين الانفراسباينيتس والتيرس ماينور فدول الاكشن بتاعهم بيكون شبه بعض شويه ان هم جايين من ورا ماسكين ورا، وبالتالي يبقى كل الكونتراكشن بتاعهم بيعمل ادكشن هيشد اليومرس على السكابيولا وبيشدهم لورا يبقى هيعمل لاترال روتيشن.
بالنسبه للتيرس ميجور، فالتيرس ميجور الاكشن بتاعها ممكن يكون شبه اللاتسموس دورساي بتاعتها، اللاتسموس دورساي، لان ببساطه شديده هي ماشي بنفس الدايركشن، يعني برضو جايه من ورا ورايحه تعمل ايه انسرشن قدام، ومعديه من تحت الايه، من تحت الاكزيلا بالمنظر احنا شايفينه ده كده، وبالتالي الاكشن بتاعها هيكون ادكشن اكستنشن وميديال روتيشن، بالظبط زي الاكشن بتاع الايه، بتاع اللاتسموس دورساي لو اشتغلت بالانسرشن بتاعها. وبما ان احنا اتكلمنا على الابدكشن، نقدر ان احنا نجمع الابدكشن النهارده في تجميعه بسيطه كده. الابدكشن بالنسبه لنا هو بيتم على ثلاث مراحل. المرحله الاولى بتكون في الشولدر جوينت، وبتكون اللي هي مرحله الانيشيشن اللي احنا بنقول انها من 0 ل 15 درجه، ودي بتحصل بعضله اسمها سوبرا سباينيتس. المرحله الثانيه اللي هي بتكون برضو في الشولدر جوينت، ودي بتكون من زاويه 15 درجه الى زاويه 90 درجه، ودي بتحصل بالميدل فايبرز اوف ديلتويد. والجزء الاخير او المرحله الاخيره، المرحله الثالثه من الابدكشن، ودي مرحله ما بتحصلش في الشولدر جوينت، بتحصل في منطقه الشولدر جيردل بالكامل نتيجه الابورد روتيشن اوف ذا سكابيلا، ودي بتحصل بعضلتين، عضله اسمها upper fibers of trapezius وعضله اسمها lower five digitations of serratus anterior. والحركه دي او الجزء ده اللي هو هيحرك لي الابدكشن او هيعمل لي الابدكشن من زاويه 90 درجه الى زاويه 180 درجه. هنتعرف دلوقتي كمان على واحد من النرفات المهمة، واحد من النرفات الكبيرة اللي هي تعتبر برانشات من برانش من برانشات البريكيال بليكسس، ودي اللي احنا بنشوفه كتير في العملي بتاعنا، وهو الاكزيلاري نيرف. الاكزيلاري نيرف هو واحد من برانشات البوستيريور كورد اوف ذا بريكيال بليكسس، وبيطلع بروت فاليو سي 5 و6. النرف ده في منطقه الاكزيلا كان بيمشي بوستيريور للثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري، او بيمشي دورسال للبوستيريور بارت للثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري، وبعدين بيخش في سبيس هنا مربعه زي ما احنا شايفينها كده. السبيس دي موجوده ما بين العضلات بتاعه السكابيولار ريجون، بنسميها كوادرانجولار سبيس، وهنتعرف على السبيس دي دلوقتي كمان شويه، عشان يتحرك من قدام لورا. طب هيروح ورا يمشي فين؟ بيعدي ورا، يمشي بعد ما يطلع من الكوادرانجولار سبيس، يمشي ورا السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس، وده اللي احنا بنسميه الدينجرس بوزيشن بتاعه، لان لو حصل كسر في الهيومرس عند السيرجيكال نيك يبقى ده ممكن وارد ان هو يقطع معايا الاكزيلاري نيرف، ويأثر طبعا على العضلات اللي بتاخد اكشن او بتاخد نيرف سبلاي منه. بعد ما بيطلع من الكوادرانجولار سبيس يتقسم لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن، ويغذي عضلتين، عضله اسمها الدلتويد وعضله اسمها التيريس ماينور. طيب احتجت ان انا اشغل الكاميرا شويه عشان بس اوري حضراتكم ان انا لو انا هتخيل ان العضلات اللي ماسكه في الاسكابيلا من ورا اللي هي الاسكابيولار ماسلز عامله زي صوابعي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده اهو، ممكن انا ادخل العضلات اللي هتمسك في السكابيولار ريجون او هتبقى في الباك اوف ذا ارم بالنسبه لي، ممكن انا ادخلها بالمنظر ده كده واعمل اركبهم على صوابعي بالمنظر ده كده اهو، فهلاقي في فراغات اتكونت ما بين صوابعي. الفراغات دي ثلاث فراغات، الفراغ الاول زي ما احنا شايفين كده اللي هو هيكون تحت هنا، الفراغ ده خلاص ده اللي احنا بنسميه اللور تريانجولار ريجون. الفراغ اللي فوق اللي هو هيكون مربع ما بين الاربع صوابع بتوعي ده اللي هو هنسميه الكوادرانجولار سبيس، والفراغ الثالث اللي هو هنا ده اللي هو هيبقى اسمه الابر تريانجولار سبيس. يبقى انا عندي اتنين تريانجولار سبيسز، وعندي في النص هنا كده ما بين صوابعي كلها هنا كده ده اللي احنا بنسميه الكوادرانجولار سبيس. السبيسز دي زي ما احنا شايفينها كده خلاص، هيبقى عندنا اتنين تريانجولار سبيسز واحده كوادرانجولار سبيس. كل اللي احنا عايزين نعرفه ان هي مجموعه فراغات ربنا عاملها لنا ما بين الماسلز بتاعه الاسكابيولار ريجون والباك اوف ذا هيومرس، علشان او الباك اوف ذا ارم، علشان خاطر نعدي منها شويه نيرفات وفيسلز من قدام لورا. العضلات دي بالترتيب الاثنين اللي ماشيين بشكل هوريزونتال زي ما احنا شايفينه على البرزنتيشن بتاعتنا اهي، العضله اللي فوق اللي هي بتكون التيريس ماينور والتيريس ميجور، والعضلتين اللي نازلين فيرتيكال او الحاجتين اللي نازلين فيرتيكال هتكون اللونج هيد اوف ترايسبس، ودي هنتعرف عليها مع الباك اوف ذا ارم، والشافت بتاع الهيومرس نفسه.
يبقى لما اجي النهارده اقول الباوندريز بتاعت حاجه اسمها الكوادرانجولار سبيس اللي عدى منها الاكسيلري نيرف، الباوندريز بتاعتها هتكون باوندد لفوق او باوندد فوق سوبيريلي بحاجه اسمها تيرس ماينور، باوندد انفيريلي بحاجه اسمها تيرس ميجور، ناحيه ميديال هتكون باوندد باللونج هيد اوف ترايسبس، وناحيه لاترال هتكون باوندد بالسيرجيكال نيك اوف سايروس. خلاص. طيب لما اقول الايه الحاجات اللي معديه في الكوادرانجولار سبيسز بتاعتي او الكوادرانجولار سبيس دي، ايه الحاجات اللي معديه فيها؟ لسه من شويه شايفين الاكسيلري نيرف وهو بيعدي، وكان معدي جنب السيرجيكال نيك، واعتبرنا ان ده دينجرس بوزيشن بتاعه اللي هو بيخليه مكان خطر بالنسبه لي لو حصل ان السيرجيكال نيك دي اتكسرت، ممكن انها تقطع الاكسيلري نيرف. معاه بيعدي ارتري صغير طالع من الثيرد بارت اوف اكسيلري ارتري اللي هو بيكون البوستيريور سيركمفلكس هيومرال ارتري. استكمالا لكلامنا على السبيسز او السكابولار سبيسز بتاعتنا او الانتر ماسكولار سبيسز، فبنتكلم على الابر تريانجولار سبيس، ودي زي ما احنا شايفين بما انها مثلث يبقى ليها ثلاثه باوندريز، الابر باوندري بتاعها هيكون التيريس ماينر، واللور باوندري هتكون التيريس ميجور، والبيس بتاعه التريانجل هتكون معموله من اللونج هيد اوف ترايسبس زي ما احنا شايفين السبيس الصغيره دي، والسبيس دي ربنا عملها لنا عشان يعدي منها ارتري صغير بيلف حوالين السكابولا وبيشارك في حاجه اسمها انستموزس اراوند سكابولا، وبيكون برانش من حاجه اسمها سب سكابولار ارتري اللي طالع من الثيرد بارت اوف اكسيلري ارتري. الارتري ده اللي بيعدي في اللور تريانجل في الابر تريانجولار سبيس بتاعتنا اللي هو بنسميه السيركمفلكس سكابولار ارتري. بالنسبه للور تريانجولار سبيس وبرده دي مثلث، يبقى الايبكس بتاعها نازل لتحت، يبقى الحاجتين الفيرتيكال اللي هيعملوا لها باوندري من ناحيه ميديال هيكون اللونج هيد اوف ترايسبس، ومن ناحيه لاترال هيكون الشافت بتاع اليومرس، اما البيز بتاعه التريانجل فهتكون معموله من التيريس ميجور مسل. الحاجات اللي بتعدي في اللور تريانجولار سبيس فدي حاجات هتكون ريليتد للميد شافت اوف ذا هيومرس، وحاجه اسمها سبايرال جروف اوف ذا هيومرس، والكلام ده هنتعرف عليه طبعا اكتر وان ديتيلز في موضوع الارم او في الجزء بتاع الارم. الحاجات اللي بتعدي في اللور تريانجولار سبيس اللي هم هيكونوا الريديال نيرف، واحد من برانشات البوستيريور كورد اوف ذا بريكال بلكسس بروت فاليو سي 5 و6 و7 و8 و T1، ومعاه ارتري بيطلع من البريكال ارتري اللي هو الارتري المغذي للارم، وبيكون الكونتينيويشن بتاع الاكسيلري ارتري، ارتري صغير بيعدي في السبايرال جروف اسمه بروفوندا براكياي ارتري. يبقى الحاجتين اللي ماشيين او طالعين بيعدوا من قدام لورا في منطقه اللور تريانجولار سبيس هم الراديال نيرف والبروفوندا براكياي ارتري، وراجع عليهم كلهم تاني. يبقى الابر تريانجولار سبيس بيعدي فيها السيركمفلكس سكابولار ارتري، الكوادرانجولار سبيس هيعدي فيها الاكسيلري نيرف ومعاه البوستيريو سيركمفلكس هيومرال ارتري، اما اللور تريانجولار سبيس بيعدي فيها الراديال نيرف والبروفوندا براكياي ارتري. وطبعا العلامه العملي المشهوره اللي بتيجي ليها علاقه بالانتر ماسكولار سبيسز اللي عندنا هي ان انا بجيب الهيومرس وبعلم على الباك بتاع السيرجيكال نيك، واقول لحضرتك ايه الحاجات ستراكشر ريليتد للمنطقه دي، فبتقول لي الحاجات اللي معديه في الكوادرانجولار سبيس اللي هم الاكسيلري نيرف والبوستيريور سيركمفلكس هيومرال ارتري، او اجيب الهيومرس واعلم على السبايرال جروف واقول لحضرتك الحاجات اللي ماشيه في السبايرال جروف ايه، فبتقول لي الحاجات اللي ماشيه في اللور تريانجولار سبيس اللي هي بتكون الريديال نيرف والبروفوندا براكياي ارتري. اتمنى ان الماتيريال بتاعتنا النهارده ما تكونش طويله وشاقه على ابنائي واخواتي الصغيرين طلبه، واتمنى ان انا اكون قدرت ان شاء الله ان انا اغطي الماده العلميه بشكل جيد، وفي انتظار ان شاء الله اي اسئله لو حد حب ان هو يسال على حاجه في الماتيريال بتاعتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.